وما حكم الدين في ربط مبايض الأنثى والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة؟ خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائص من أجل التناسل والتعاون على عمارة الأرض، وتعقيم واحد منهما معناه جعل الرجل أو المرأة عقيما لا يلد ولا يولد له، ويتم ذلك بوسائل متعددة. كان منها في الزمن القديم سل الخصيتين من الرجل، وفي الزمن الحديث ربط الحبل المنوي أو جراحة أو إعطاء دواء يمنع إفراز الحيوانات المنوية أو يبطل مفعولها. وتعقيم المرأة يكون بتعطيل المبيضين بجراحة أو دواء يمنع إفراز البويضات، أو بسد قناة فالوب، أو استئصال الرحم، أو غير ذلك من الوسائل. وإذا جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة مع بقاء الاستعداد للقدرة على الإنجاب عندما تتاح الفرصة، فإنه لا يجوز مطلقا تعطيل الجهازين تعطيلا كاملا عن أداء وظيفتهما، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، ففي ذلك مضادة لحكمة خلق الله للنوعين، مع ما ينتج عنه من فقد كل من الرجل أو المرأة بعض الخصائص المميزة لهما في الصوت والشعور والإحساس وتأثير ذلك على السلوك ولو إلى حد ما. ومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الخصاء لعدم وجود ما يتزوج به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع في الإثم، وكما في حديث أحمد في النهي عنه للغزاة الذين ليس معهم زوجاتهم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الخصاء خصاء أمتي الصيام والقيام، رواه أحمد والطبراني. وتعقيم المرأة كالخصاء للرجل في الحكم وهو الحرمة. وقد قرر المختصون أن عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية في المرأة، والوقوف ضدها عناد للطبيعة، ولهذا يكون ربط المبايض حراما كما قاله جمهور الفقهاء. ومن كانت عندها أولاد تريد الاكتفاء بهم فتعقم نفسها، هل تضمن هي تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء الأولاد؟ مع أن هناك وسائل لتأجيل الحمل لا لمنعه، فيها مندوحة عن التورط في أمر يكون من ورائه الندم حيث لا ينفع الندم. وإذا كان الإمام أحمد أجاز شرب المرأة للدواء لقطع دم الحيض فلعله لغرض آخر غير التعقيم، ومع ذلك لا يصح أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيى الطب علاجه، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.